عسلام ومرحبا بك من الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وانتم ما تشوفوا في الفيديو هدايا اليوم ان شاء الله، وكيف العاده رجعت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله وصفتنا باش تكون ارز الجربي التونسي، ساهل وبنين وفي ساعة ما يحضر ومحرحر ويعمل 66 كيف. يلا بينا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للارز الجربي راهو بنين برشا وصحي، ونجم نعملو فيه الخضرة اللي نحبوها الكل. أول حاجة اللي هنا عملتها، خديت المعدنوس والسلك غسلتهم مليح مليح واستقطرتهم. لازمنا نغسلوهم مليح مليح مع التراب اللي فيهم، ونقصوهم طروف صغار بالطبيعة حسب الكمية اللي باش تعملوها. بالنسبة للرز هذايا راهو تعملو فيه الخضرة اللي تحبوها. أنا عملت سفنيريا، عملت جلبانة وعملت حمص. خديت زوز رز بصل كبار وقصيتهم طروف صغار. بالنسبه للروز راهو يحب بزايد بصل، نجمو زايده تعملوا فيه البصل الاخضر، راهو يبنى برشا برشا. اليوم ان شاء الله باش نعملها بالحم العلوش. تنجمو زايده تعملوه بالكبده، كما تنجمو زايده تعملوه بالدجاج، يبقى ديما اختياري وكل واحد بشنو يحب يعمله. وراهو مش اول مره نعمل معاكم الروز الجربي، راني عملتها معاكم قبل موجود في القناه، اما راني عملتها بالكبده. وهذوما لفحات لي باش نفوح بهم. خذيت مغرفه كبيره فلفل زينه، مغرفه كبيره تابل وكرويه، خذيت ثوم بودر، خذيت كركم، خذيت ملح حسب الرغبه، وخذيت مغرفه كبيره طماطم معجونه، وخذيت شويه هروس. والهروس راهو يبان الروز برشا برشا، تنجمو زاده تعوضوه بالهريسه عربي، راهي تزيد الروز بن على بن. بالنسبه للروز راني ديما نستعمل في الروز هذايا الروز الاصفر، نشري فيه من ليدل، موجود زاد عند المغربي، متوفر في المغازل الكل. بصراحة يعجبني برشا، كنت طيبة يجيني فارك وكل كعبة وحدها ما شاء الله. واخذت النعناع السايح اللي ما نستغنيش عليه في الرز الجربي، خذيت قدر مغرفتين كبار. بصراحة راني ما نستغنيش عليه في الرز، ويجيني الرز ما شاء الله بنين على الآخر. اول حاجه باش نعملها باش ناخذ الفحات نتاعي الكل اللي هما تابل وكرويه، فلفل زينه، كركم، ثوم، طماطم معجونه، هروس والا هريسه عربي، وباش نضيفهم على اللحم كما تشوفوا في الفيديو. وباش نضيف عليهم نصف كيس زيت، وتوا باش نضيف النعناع السايح. كما حكيت لكم بالنسبه للنعناع السايح راني ما نستغناش عليه، يجينا الرز بنين برشا ويعطيه جو مش نورمال. وتو باش نخلط المكونات الكلها مع بعضهم باش يشرب اللحم لفحات الكل ويجينا الرز بنين. وتوا باش نضيف الرز. بالنسبه للرز راني غسلته وشللته مليح مليح، لازم نغسلوه باش يتنحى منه هكا الغبار اللي فيه. ومن بعد باش نحرك المكونات هذوك الكل مع بعضهم، الخضره واللحم والرز الكل، نخلطوهم بيدينا مليح مليح حتى يدخل المكونات الكل في بعضهم.
كيما تشوفوا الرز نتاعي يحضر، حطيته في الكسكاس. بالطبيعة حطيت الماء يسخن على نار متوسطة، وباش نغطيه ونخليه يطيب على راحته. بالطبيعة ما نبعدوش عليه، ومرة مرة نحركوه. وهذا يا روز الجربي متاعي نحضر، جاني روز بنين على الاخر ومحرحر يعمل 66 كيف. ان شاء الله تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نكون ما طولتش عليكم في الفيديو. تابعوني على انستغرام متاعي تونسيان ام بلجيك، والمشتركش في القناه يشترك في القناه فضلا وليس امرا. وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد في وصفه جديده. بسلامه.